السلام عليكم وصباح الخير عليكم ام خوتي. عاد فقنا دابا وغادي نشادين الطريق ديالنا لديك السوسيتي. فقنا باقيين بلا فطور، تقدينا شحال ديال الفطور اخوتي نفطروا بها هي. اللي بغيتي اللوت خاصكم ضروري تجيو قريه بوشين كيقول فوس فيها اليومين كتشوف شي حوايج اللي بزاف. وما اخوتي نتمنى تكون على خير وبخير وتهلاو في راسكم بزاف، وما تنساوش ديروا لايك ديروا سبسكرايب ونتقاشعوا في السوسيتي. اخوتي حنا وصلنا اخر الدريه وشارك فيها. المهم اخوتي نفطروا نفطروا ديك الساعه غادي نشوفوا البلاصه شنو غادي نديروا. الصداع اخوتي بزاف، المهم انا وصلنا لبلاصه شويه اللي الصوت تقدروا تسمعوني. المهم اخوتي غادي نطلعوا اخوتي من بعد الصداع غادي نفطرو غادي نقصيو شي لعيبات بحال هاديك الساعة ان شاء الله نكملو الجولة ديالنا. دابا كاينين لي جوج غرابل كاين الحجر، كاين الغربال الكبير اللي تيدوز الحجر الرقيق والرمله، وكاين الحجر كاين الحجر الكبير تيمشي تطيح في هذيك السمطه اللي من الليل، وكاين الغربال الثاني تيدوز على الرمله فهمتي، والحجر القالي هذاك الصغير تيطيح في هذه السمطه هذه تيطيح لهنا، هذا تيقولوا ليه التريمي فهمتي، هذا هو اللي تيوكل والكروه هي اللي تتعطي، وهذا هما هما ديال القالي، وحده ديال الحجر الكبير وحده ديال القالي، والرمله تمشي مع الماء. كاينه بومبا د الماء عاوتاني لهيه تتمص تتمص تاع عمر هذاك الشارج بالماء والرمله فهمتي، وتتمص البومبا من تما وتتكب عليه من الفوق، وفيه الفيفرور هذاك الفيفرور تيعزل الحجر، هذيك كترمي الحجر ترمي فيها حجره قداك الحجره تضرب بها من هنا تقتلو تطحنها تتردو بحال هكا قال تتردو كونكاسور بحال الكاياس. رجعنا لكم مره اخرى اخوتي، دابا حنايا قصينا وداك الشيء المسائل، خرجت هنايا برا اخوتي راه كاين صداع ديال الماكينات والو، فهاد الدرا خصني نبعد عاد باش يمكن لي نفلوغي الفلوغ ديال هنايا، يعني شافيو اخوتي غير بمشاهد سينمائيه غادي نديرها لكم، يعني هنا في الفلوغ تكونش فيها الهضره غادي يكون فيها غير الموسيقى، وغنبين لكم هذاك الماتيريال الهائل الضخم، وواحد اللعيبه هي واحد العائله ديال حواله حواله ديال العيد، عمر شي واحد دار شي فلوغ اخوتي على هاد الماتيريال وكذا ومشى ضرب هاد الشمس هادي كامله، يعني انا مغامره في حد ذاتها فلوغ في حد ذاتها تحدي بزاف ديال الحوايج، يعني انك باش تبقى في هاد الشمس هادي وهاد الترواجور وكتمشي وتصور هادشي كامل قبلكم اخوتي، تعيشوا معايا اليوميات وتشوفوا وتكتشفوا كاملين هاد التويسيه هادي اللي زوينه، ولكن مازال ان شاء الله غادي ندير شي بلان زوين وغادي نديكم معايا اخوتي بطبيعه الحال نديكم معايا، راه هي ديك التويسيه راه هي راه قد عليكم راي راي تما تما فين كنت، بغينا نجربوا ديك فوكلان نسخ مع الاخ يفتح الشيفور وداك الشيء باش نطلعوا نشوفوا ديك الفوكلان. المهم اخوتي هذا هو اللي كاين، المهم نخليكم ما تزابيوش راه مازال ما سالينا اجي نطلعوا الفوق اخو تعال ديرها مارش شو كاملين شوفوا يديرها مارش هذا الموتور هذا you
واعر هو زكريا اولا لعبتك انتم عليك بيس هو زكريا ليه يا خوتي مشغال العبادي اللي كي قال لنا اخونا كتصفى كل شيء يديروا الرمله اللي كتفرق الرمله على الحجر اخوتي بوم دابا من بعد واحد جوج ديال الدقائق انا في بلاصه شعر ما شفتش السيوله يا راهو دابا اخوتي كيف شفنا الطريقه ديال كيفاش يخدموا هاد القضيه تيهزوا الحجر والرمله تيديرهم بديك التويشيه اللي راهيها شويه كتولي رمله اخوتي هاهي هنايا السلام عليكم ومساء الخير عليكم المهم دوزنا واحد الصباح زوين شفتوا في الفلوغ كلشي المهم اخوتي جينا هاد العشيه ما قدينا الفلوغ والشمس وضرني راسي وكنتمنى يعجبكم الفلوغ بزاف وتحيه لكم كبيره وشكرا بزاف على المشاهده اخوتي وما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب اللي كيشوفنا اول مره ما تنساش راه كاين واحد الجرس ديال سبسكرايب اللي ماشي هنا انا المهم اخوتي درنا شي تعليق اخوتي يكون اللي يكون زوين وسندونا ان شاء الله باش نزيدوا له شي حاجه اللي واعره واعره بزاف المهم اخوتي غندوزو هاد العشيه نرتاحوا ما قديناش نمشيو للسلام مع العيا وداكشي غنخليو حتى غدا ان شاء الله غدا ان شاء الله اللي غادي نمشيو ان شاء الله بسلام وغادي نصوروا معكم القطط ديال السفر باي باي عليكم وتهلاو في راسكم ومحا عليكم Thank you.